تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. مسرور بأن أمد جسر التواصل من جديد عبر قنوات ميديا وبرنامج بوديوم والموعد الرياضي اليومي من الآن ولغاية الساعة 5 مساء. بوديوم الذي من خلاله كما يلعاد كل يوم اثنين نعود من خلاله لاستعراض أبرز النتائج المسجلة في نهاية الأسبوع والتي كان خلالها نادي بركان أكبر مستفيد بعد الفوز الذي حققه خارج الديار على حساب الوداد الرياضي بهدف للصفر، هدف اللاعب خيري، ثم تعثر باقي الفرق كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الفاسي المتعادل أمام الرجاء الرياضي بصفر لمثله، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لاتحاد طنجة الذي يحصد الهزيمة الثانية على التوالي بعد سلسلة موفقة في بداية الموسم. تراجع مستوى اتحاد طنجة في الدورتين الأخيرتين. للحديث عن مخلفات هذه الجولة الثامنة، مسرور بأن أستدعي وأن يكون معي اليوم صديق عزيز، لاعب دولي سابق ومدرب حالي من اللاعبين الذين كنا محظوظين أن نتواصل معهم في محطات كروية سابقة في عين المكان على أرضية الميدان، ثم بعد ذلك في سواء في المحافل الكروية في المغرب. يتعلق الأمر باللاعب الدولي السابق الفنان سفيان العلودي. سي سفيان، أهلا مرحبا بك. السلام عليكم سي فؤاد. الو مرحبا بك اخي سفيان علوتي. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو، شكرا، وتحيه ليك، تحيه للمستمعين الكرام وال القائمين على البرنامج ديالكم. شكرا، شكرا صديقي سفيان العلودي. معنا ايضا صديقي يوسف الشاطر. يوسف المحربي بك. مرحبا فؤاد، مرحبا لكل المستمعين الكرام، ومرحبا ايضا بضيفنا سفيان العلودي. اذا سفيان ويوسف، الحديث اليوم صديقي سفيان على البطولة المغربية. اكيد انك ابتعدتي كثير نوعا ما على الاضواء، على يعني وسائل الاعلام. الجمهور يبغي في البداية قبل ما ندخلوا معك في اجواء البطولة يبغي يعرف جديد سفيان العلودي، أين هو سفيان؟ أين اختفى؟ توحشناك. لا، ما كيش اختفاء لي كثير، من غير لظروفي ما وتواجد العائلة ديال الفرنسية وخصوصا في باريس، فيعني محل إقامة كاين في باريس كما تنقولوا في باريس. جريت كاع الدبلومات كيف ما تيقولوا جميع الدبلومات مؤخرا، كنت مع الفوج صلاح الدين باصير، اللاعب القدامى يوسف حجي، مختاري، نور الدين نيبات، طاهر الخليج. كنا حصلنا على ديبلوم أ وسالينا كنظن في شهر 12 اللي فات، يعني نهاية السنة الفارضة. فالحمد لله احنا في صدد الانتظار كيف ما تنقولوا، نتمنى ونشوفوا قادم الايام. نعم، غادي نجيب لينا ان شاء الله. نعم، ويعني كره القدم المغربيه صديقي سفيان في حاجه لكل الكفاءات المغربيه، لكل اطر اللي يعني دخلت تتعلم وتكبدت على انها تكون راسها باش تولج عالم التدريب. نتمنى لك بطبيعه الحال حظ موفق في المهام ديالك ربما القادمه، لما لا على دكه الاحتياط. طيب سفيان، اكيد انك تتابع منافسه البطوله الجوله الثامنه. نهضه بركان نقول أنه الفريق اللي كان الأكثر استفادة، ضرب العديد من العصافير بحجر واحد، فاز على الوداد أحد الفرق اللي كيتنافس معها على البطولة في السنوات الأخيرة، عمق الفارق إلى 3 نقاط على الأندية المطاردة، استغل تعثر هذه الفرق اللي هي المغرب الفاسي، الرجاء، الجيش الملكي المتعادل أمام أولمبيك أسفي، ثم اتحاد طنجة المنهزم أمام فريق السوالم بهدفين لواحد. لا خويا فؤاد، شوف قبل كل شيء فكنقول لكل مجتهدين نصيب. فأنا ما فاجئنيش تواجد نهضة بركان على صدارة ترتيب الحدود دورة 8، لأن كاين العوامل، جميع العوامل توحي أن فريق نهضة بركان يعني مسار بطل المغرب لموسم 2024-2025. رغم مجموعة من الناس غادي يتقلقوا، أنا في الداخل ديالي كرجاوي تبنى فريق الرجاء الرياضي هو اللي يكون بطل في نهاية الموسم، ولكن المؤشرات توحي لأن نهضة بركان في مسار موفق ومسار ديال البطل، والفريق يستحق استقرار إداري واستقرار تقني. ملي غيكون عندك استقرار إداري استقرار تقني، غيكون عندك انتدابات عقلانية، انتدابات في المحل ديالها، انتدابات في أماكن الخطأ، فإما إلا وغادي يكونوا عندك نتائج على المستوى المحلي وحتى على المستوى القاري.
ملي كنشوفوا الفرق الاخرى يا اما عدم استقرار، يا اما عدم استقرار اداري، يا اما الاستقرار لا استقرار اداري لا استقرار تقني، يا اما عدم استقرار تقني. فغادي تشوف تخبط في النتائج، تخبط في الاداء. ملي كنهضروا حنا على نهضه بركان وكنشوفوا هو متصدر الترتيب، الا نشوفوا المنافسين المباشرين على طول الموسم، نهضروا على الرجاء، نهضروا على الوداد، نهضروا على نهضه بركان، على الوداد وعلى الرجاء وعلى الجيش الملكي. فإلى شفنا المواجهات المباشره فنهضه بركان فاز على الرجاء والوداد في ديال الدار البيضاء. طيب يعني نهضه بركان، نعم. نهضه بركان غادي في مسار. طيب رغم ان مبكر نهضروا على هادشي، ولكن توسيع الفريق بدا منذ الدوره 8 لحدود الدوره 20، ما كنعرفوش شحال ديال الفريق غادي يوصل بين نهضه بركان والفرق الاخرى. طيب يوسف شاطر فريق كما ذكر صديقنا سفيان العلودي ان نهضة بركان قدم علامات واشارات قويه، كلنا كنذكروا بدايه الموسم كان حقق انتصارين خارج الميدان على حساب الرجاء ثم على حساب اولمبيك اسافي، لكن كانت الكبوه في عقر الدار امام الفتح الرباطي اللي اثارت نوعا ما مجموعه من الاسئله، لكن يبدو بان نهضة بركان استفاد من ديك التعثر والان ربما القى الايقاع باش يمشي في صدارة خلال الجولات القادمة. بكل تأكيد فؤاد، الفترة التي تحدث عنها مباراة الخسارة أمام الفتح كان تعادل مع اتحاد طنجة وتعادل أيضا مع الجيش الملكي، هذه الفترة التي كان نوع من الشك وكان هناك صعوبات للفريق على المستوى الهجومي، لكن نقطة قوة نهضة بركان أظن هي دفاعيا، الفريق يعرف كيف يدافع خصوصا أمام الأندية التي بين قوسين قد نعتبرها أفضل منها، استقبل 3 أهداف في 8 مباريات وهذا رقم يليق كما قال سفيان ببطل في نهاية الموسم. الفريق يملك مجموعة من الخيارات على المستوى البشري، حارس جيد منير محمدي، الخبرة كبيرة جدا. الجميل في مباراة الوداد أن الفريق رغم طرد اللاعب البرازيلي استمر منذ الدقيقة 50 ووقت كبير جدا على نهاية المباراة، استمر بطريقة لعبه المعتادة، دفاعيا منظم جدا ويبحث عن المرتدات حتى سجل الهدف الوحيد في المباراة. طبعا الثناء يناله معين الشعباني الذي لنقول أصبح يعرف أكثر الأندية المغربية، البطولة المغربية، الأجواء التي تتم فيها المباراة، وأيضا للاعبين فترة رائعة جدا، هذا الانتصار الثالث على التوالي. وأيضا نقطة مهمة هي أن في مباراة نهضة بركان التي أمام فرق قد تفاجئه كشباب سوار ونهضة الزمامرة الفريق فاز في المباراتين معا، وهذه الدفعة الحقيقية للفريق. نعم، فريق يحلق من فوز لآخر، يحتل الصدارة الآن بفارق 3 نقاط، هي المرة الأولى ليس كذلك يوسف أننا نشاهد فريق يتوفر على هذا الفارق من النقاط. دعونا نسمع لمهندس هذه القفزة النوعية على مستوى الأداء وعلى مستوى النضج التكتيكي، وهو المدرب التونسي معين الشعباني، نستمع إليه. بالطبيعة الحمد لله، والحاجة ما هوش فوز سهل، فوز صعيب ضد فريق كنا نعرفوا اللي يحب يعمل رياكسيون قدام جمهور نتاعو ويرجع لسكة الانتصارات. بالنسبة لنا حضرنا السيناريو هذا سور لو بلان تكتيكي سور لو بلان مونتال، ما خليناش دي سباس كبار لوداد بور برودوير الجو نتاعهم ابيتويل، نعرفوا اللي يلعبوا الكره القصيره وان بروفوندور دون لاكس، دونك انا اورينتي شويه لوداد سور ان كوتي وما خليناهوش يخلق لي ديكالاج حتىش معناها الكارتون روج، ميم سي انا جيري انا بيان جيري جوسكا حتى اللي ماركينا البونت، ومن بعد في 10 مينوت الاخرين ولا 15 مينوت صحيح معناها الفالي ديفوندر الاولاد زون فورني بوكو ديفور، عملوا مجهود كبير نشكرهم عليه ويستحقوا معنا الانتصار هذا، تعبوا عليه وراوا شخصية كبيرة في الملعب اليوم كاكسوا في الميتان الأول وين خذينا الكرة وعملنا دي سيكونس دو جو مزيانين، ولا حتى وإحنا ناقصين كانوا رجال في الملعب ونشكرهم يعطيهم الصحة. إذن فريق نهضة بركان بالرغم من النقص العددية تمكن إذن من انتزاع هذه النقاط الغالية والثمينة، وفريق في الواجهة الأخرى سي صديقي سفيان علودي، في المقابل الوداد الهزيمة الثانية على التوالي، الثالثة هذا الموسم، الفريق كما ذكرنا الفريق اللي جاب انتدابات عديدة ما يناهز 20 لاعب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنهم يتأقلموا مع بعضهم البعض بشكل سريع، والفريق يؤدي الفاتورة ديال التغيير الجذري ب 90% اللي قام به المكتب المسير الجديد. لا شوف، ما احترامي
فريق الوداد والجمهور ديال فريق الوداد. فالوداد غير كل شيء، بقى في الوداد غير الاسم ديالو، يعني كل شيء جديد، رئيس جديد، مدرب جديد، طاقم تقني ككل جديد، لاعبي جدد، العمود الفقري، وحتى حتى حتى لادين كيف ما تنقولوا ديال الوداد غير فيه طريقه اللعب ديال الوداد. مجموعه من الحوايج حنا ملي كنقولوا الوداد اللي دابا ماشي فريق اللي كيلعب لو جو ديريكت ولا كيلعب اللعب المباشر، حتى تقنيا الا نهضروا اخي فؤاد على المسائل التقنيه وهذا الشيء اللي كيعاني منه الوداد واللي كيتاسف ليه الجمهور الودادي. احنا عندنا مجموعه من الاصدقاء وداديين فهم كيتاسفوا الاداء اللي كيظهر به الفريق واللي كان كيتسنى منه الاظهار به، خصوصا على المستوى التقني للاعبين، لان الهاله الاعلاميه اللي تعطات على الانتدابات وخصوصا اللاعبين الاجانب، فكنظن لا يرتقوا لمستوى اللاعبين اللي كانوا على المستوى الموسم الفارط. شفنا انتقادات وشفنا غضب جماهيري كبير على مجموعه من اللاعبين، خصوصا اللاعبين الدوليين او اللاعبين الاجانب اللي كانوا عند فريق الوداد الرياضي، فشتانا بين مستوى اللاعبين ديال الموسم اللي فات وديال هاد الموسم. كنظن ان الخطا اللي طاح فيه الوداد هو التغيير الجذري كيف ما قلتي اخي فؤاد، حتى على المستوى التقني كيف ما قلت لك من قبل. فالتغيير لادين حاول مكوينه وحتى رئيس الوداد حاولوا انهم يغيروا لادين ديال الوداد. حنا ملي كنهضروا على الوداد وطريقه اللعب ديال الوداد راه بزاف الناس غالطين، الوداد راه ما كتلعبش لو جو ديريكت، ما كتلعبش اللعب المباشر لوحده، اكيد ان حل من حلول فريق الوداد، ولكن الوداد مع توشاك، الوداد مع عموته، الوداد مع وليد الريكراكي، فشفنا لاطاك بلاصي، شفنا كيدومينيو لو جو، شفناهم كيرجعوا للخلف ويلعبوا على لو كونتر، شفناهم كيرجعوا للخلف ويلعبوا على لو كونتر، شفناهم كيضغطوا على الفروق، يديروا الضغط العالي. هناك تنوع هذا الموسم، هذا ما شفناش هذا الشيء هذا مع مقوينة. شفنا ان لاطاك بلاصي بما في الكلمه بمعنى مي لاطاك طيب. اخي فؤاد، ها المقومات ديالها. طيب يوسف صديقنا سفيان كيتحدث بطبيعه الحال عن كل هذه المشاكل التقنيه اللي كيعاني منها الوداد، الى متى سيظل الجمهور خصوصا ومسؤولو الفريق صابرين على المدرب مكوينه؟ شفنا مره اخرى خروج اللاعبين في ظروف وفي اجواء يعني ما كان قبلوش اننا نشوفوها في الملاعب المغربيه، سواء لا الجمهور فريق الوداد لا جمهور فريق الرجاء يوم يعني في المباراه ديالو السابقه امام الجيش الملكي او شباب السوالم. يعني الجمهور نتمنى انه يكون حاضري اكثر ويتقبل النتيجه كيفما كان الأمر. يوسف طبعا بكل تأكيد فؤاد، الصور العامة خادشة طبعا لما نريده لكرة القدم المغربية، للبطولة المغربية التي تبقى الصورة التي نسوقها للخارج. على مستوى الوداد المدرب لديه كل الحق في أخذ على الأقل نصف موسم مع الوداد 15 مباراة من أجل ربما بلورة ما يريده، لأن الفريق تعاقد معه من أجل مشروع طويل الأمد، من أجل كأس العالم للأندية التي ستقام منتصف العام المقبل، وهذه أمور كان يعرفها رئيس الفريق ويعرفها أيضا الجمهور، والجمهور لا يجب أن يتدخل في قرارات إدارية، أن يقيل مدرب أو أن يعطي، ربما الجمهور يجب أن يشجع، أن يبدي غضبه بطريقة حضارية دون أن يدخل في بعض القرارات التقنية التي قد تفوت على الفريق أشياء إيجابية في المستقبل. رولاني مكوينة مدرب ناجح مع سان داونز، أكيد أن هذه النقلة من جنوب إفريقيا إلى المغرب ستأخذ الكثير من الصعوبات، الكثير من الوقت، من أجل ربما وضع ما يريد تطبيقه على أرضية الملعب، لكن للأسف النتائج في الفترة الأخيرة لا تساهم في هذا الأمر، وشيء طبيعي. ربما تحدث سفيان عن أشياء تقنية كثيرة، لكن هناك نقطة فقط بخصوص الوداد على المستوى الدفاع. الفريق استقبل تقريبا 8 أهداف منذ بداية الموسم، وهذا رقم كبير جدا في أي بمعدل هدف في كل دورة. طبعا في أي فريق يبنى من الخلف، لا نبدأ من الهجوم، الفريق يبدأ من الدفاع، من الأساس الصلب، واستقبال 8 أهداف أمر سلبي جدا. وحتى أن الفريق أصدقاء يعني كل لقاء يلعب بتشكيلة مغايرة، واللاعبون منهم من يخوض هذا اللقاء في وسط الميدان، في مباراة أخرى يخوضها كظهير أيمن. نعم. طيب الآن ننتقل لفريق آخر يخيب أمال جماهيره، فريقك الأم سفيان العلودي فريق الرجاء، مرة أخرى يسقط في فخ التعادل السلبي أمام يعني فريق المغرب الفاسي. ومن بعد عاد نسول يعني يوسف بالنسبة لفريقين المفضلين لما كان الميول
يوم تعادل. دونك انت خرجتي هو انت اللي فرحان في هذا التعادل هذا. سفيان تعادل مره اخرى مخيب للامال بين المغرب الفاسي والرجاء، رجاء اللي باقي ما عثرش ايضا على الايقاع مع المدرب الجديد سابينتو المدرب البرتغالي. السؤال لماذا تغيير الجناني وهشام ابو شروان وهما اصلا اللي لقاو الايقاع الفريق الرجاء الرياضي بنفس التركيبه البشريه بنفس هاد اللاعبين هادو؟ شفنا التغيير من بعد تغيير المدرب الاول. فشوف اخي فؤاد، عدم استقرار الاداري وعدم استقرار التقني فغادي يخلق لك مشاكل في بدايه الموسم، وباش تكون بطل البدايه ديالك خصها تكون مناسبه. الموسم الفريض اكيد ان البدايه ما كانتش مناسبه، ما كانوش انتصارات كثيره، مي ما كانوش هزائم كثيره، لدرجه انك ساليتي ما كانوش هزائم، ساليتي الموسم وانت صفر هزيمه، كنتي كتتعادل في مجموعه من المباريات. اكيد ان يعني الثلث الاول من البطوله كان فرق كبير بين فريق الجيش وفريق الرجاء الرياضي، مي داركش الموقف لان كان عندك استقرار تقني واستقرار اداري. هذا الموسم هذا المشاكل اللي بدا بها فريق الرجاء الرياضي، عدم منع رفع المنع حتى اخر الجولات او اخر يوم قبل مثالي الميركاتو. شفنا البدايه المتعثره ديال الفريق والتخبط اللي كان كيقوم به المدرب، كل مباراه تشكيله، كل مباراه سيستم دو جو، كل مباراه طريقه ديال اللعب طريقه اللعب مختلفه. مشى المدرب جا الجناني اللي قبل الفريق وعارض الخبايا ديال البطوله الوطنيه وعارض الخبايا بالاخص ديال فريق الرجاء الرياضي والعقليه ديال اللاعبين، قدر انه يوصل لك الشيء اللي بغينا حنا كجمهور ومتتبعين وكناس الغيور على الفريق. ربحتي ثلاثه ديال المباريات، نوعا ما بدا الايقاع كيشد، بدا الريتم كيرجع، بدات ديك التنافسيه اللي عند اللاعبين بدات كترجع. تم التغيير ديال الجناني. وغير في الامر اخي فؤاد، وقدر يشاطرني فيها الرئيس في استاذ يوسف، فكنظن ان من بعد طرحت واحد التساؤل يشاطرك فيها السي شاطر. السي شاطر فوالا، السي شاطر غيشاطرني الراي. علاش تم التغيير ديال الجناني؟ انا هذا هو السؤال اللي محيرني. نعم. الى يومنا هذا. طيب ملي كتجي الجواب شنو هو؟ اسمح لي غير دقيقه الجواب. نعم. تفضل. هو حنايا مقبلين على تظاهرات عصبة الابطال، ولازمنا مدرب عنده الخبره. المدرب اللي جبنا البرتغالي شحال عدد المباريات كمدرب في الادغال الافريقيه عنده صفر يوم في الادغال الافريقيه؟ طبعا كلاعب سابق. نعم. لاعب سابق شحال عنده من مباراه في الادغال الافريقيه؟ ما عنده صفر مباراه. نعم. شحال عنده من مباراه كاع الدوري المغربي؟ دابا راه حنا كنجيبوا مدربين، وغريب في الامر اننا كنجيبوا لا الوداد لا الرجاء، راه كنهضر على هذا الشيء، راه ما يحز في النفس هو هذا الشيء، كنجيبوا مدربين اجانب. حنا ماشي بغينا المدرب الاجنبي انه يجي، اكيد انه يجي ويعطي البلوس، كنهضروا على اوسكار، كنهضروا على روما، كنهضروا على توشاك، ولكن خصو واحد حداه يوري كاين عندنا. طبعا. طيب يوسف، كما ذكر صديقنا يعني سفيان العلوشي وكيهضر بحرقه صديقي سفيان، لانه ابن الرجاء ويحس في نفسه ان يرى الفريق وهو مقبل على منافسات دوري الابطال انه يعيش هاد الازمه اللي هو في غنى عنها. لقاء اللي كان امام المغرب الفاسي مش شفنا فيه لا المغرب الفاسي لا الرجاء الرياضي كانوا شجعان ومشاو يبحثوا على نتيجه الانتصار. طبعا خصوصا في 30 دقيقه الاولى فؤاد، الرجاء حاول ان يضغط عاليا، وهذا امر لم نشاهده مع سابينتو في المباريات الماضية، حاول أن يفرض على المغرب الفاسي الخطأ في مناطقه الدفاعية، أخطأ في بعض الأحيان في التمرير، كان بإمكان الرجاء أن يسجل، لكن في العموم المباراة كانت متوازنة والتعادل كان منطقي حتى بعد طرد لاعب الرجاء بيكورو. الرجاء تراجع شيئا ما الخلف وهذا أمر طبيعي. المشكلة بالنسبة للرجاء هو مشكل هجوم، الفريق لا يسجل المباراة الثانية على التوالي، ولا يفتقد لمهاجم صريح، حتى اللاعب نجاري ليس بمهاجم الصريح. نعم. رقم 9 الذي يجب أن يسجل الأهداف كما كان الموسم الماضي مع رياض بن عياد أو المهدي موهوب. وبالنسبة ربما لنقطة مهمة جدا كما قال سفيان، منح الثقة للمدرب ابن الفريق للمدرب المغربي، في بعض الأحيان يجب أن تكون للإداريين الجرأة في إعطاء الثقة والمسؤولية للجناني أو غيره ربما من هو في المسؤولية. طيب وبالنسبة للفريق المغربي الفاسي ربما تعادل يبقى تمهيد، الفريق أيضا يتخبط في بعض المشاكل، لكنه الآن بقدرة قادر يحتل المركز الثاني في الترتيب العام. نسمع لحارسه صلاح الدين شهاب
شهاب الحارس الدولي يقول بخصوص هذا التعادل امام الرجاء الرياضي. كنظن ان الرجاء اللي خدات نقطه اليوم كنا نستحقوا اكثر، لان المباراه تقريبا بنسبه كبيره كانت في صالح ديالنا، كنا طامعين اننا نظهروا بشكل افضل. كرة القدم هذه ماشي دائما كتلعب مزيان وكتفوز. كنظن في المقابلات اللي قبل ما ظهرناش بنفس الشكل، ظهرنا باقل مستوى ديال الاداء ولكن فزنا مقابلات. اليوم كنظن ان ظهرنا بشكل جيد، نتمنى ان المقابله الجايه تكون في صالح ديالنا. إذا فريق المغرب الفاسي كما ذكرنا اللي كان على قاب قوسين أو أدنى من إقالة مدربه الإيطالي ذو الجنسية المزدوجة إيطالي سويسري، لكنه في نهاية المطاف يحافظ على هذا المدرب والنتائج يعني تأتي بشكل إيجابي. فريق اللي خيب أمل جمهوره للدورة الثانية على التوالي صديقي سفيان العلودي وفريق اتحاد طنجة، بعد البداية القوية الفريق يحصد الهزيمة الثانية على التوالي هذه المرة أمام الشباب الرياضي سوالم بعد ما كان السباق للتسجيل. لا شوف اخي فؤاد، فقط عطيتك لا تلام، نكونوا عقلانيين نوعا ما مع فريق اتحاد طنجة، المجهود الجبار اللي كيقوم به الطاقم التقني بقياده هلال الطير، وانت كتعرف وادرى مني بهلال الطير والرغبه ديالو اللي امبيسيو، كالكان كي امبيسيو فهاد الخدمه هذه ديالنا ديال المدرب كره القدم. التركيبه البشريه اللي عنده، المنع اللي كيتعرض ليه الفريق، المباراة الأخيرة لعب بأربعة لاعبين مصابين، يعني عندك أربعة لاعبين مصابين وتخاف من 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 الطرد، تخاف من التغيير، تخاف من مجموعة من 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 الحويجات. فما كنظنش أن الانتصار أو التعادلين أو الهزيمتين الأخيرتين، فما كنظنش أنها كانت مفاجئة بأكثر ما كانت متوقعة تكون، يعني كان متوقع تكون ظل التركيبة البشرية المحدودة اللي عند الفريق. كيجيوك مباريات متتالية، يوم الأحد يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، تنقلات الكثيرة اللي كتكون عندك، تلعب تطوان، تدرب طنجة، تهبط تلعب في برشيد. فكنظن هذه مجموعة من العوامل اللي ساهمت نوعا ما في هذه النتائج السلبية لاتحاد طنجة. لكن كنظن أنا برافو للاعبين ديال اتحاد طنجة، برافو لهلال الطير والطاقم ديالو اللي قدروا أنهم يوصلوا لهذا المستوى. هذه دابا الكره كما قال هلال في واحد التصريحات ديالو، الكره كاينه عند المكتب المسير الجديد ديال اتحاد طنجة، لانه خصو يبدا مجهود كبير باش يرفع المنع على الاقل. يجيو لاعبين جدد، سمعنا اخبار عن تواجد محسن متولي مع الفريق، تقناوتي مع الفريق، كاينه مجموعه من اللاعبين دون خبره ولاعبين شباب اللي قدروا يساعدوا الفريق ما تبقى من مشوار ديال الدوري، ومع هلال الطاير ومع اللاعبين اللي عنده الرغبه اللي عند اللاعبين. نعم، فكنظن انهم يقدروا يحققوا شي مفاجاه هذا الموسم. طيب يوسف، اتحاد طنجة كما ذكر هو يعني حتى المدرب ديالو كان صرح بانه شيء مضحك ان الفريق يكون في المقدمه، لكن هذا التراجع بهذه الدرجه في مباراتين يعني امر محير، يعني كيجعلك لك تطرح مجموعه من التساؤلات حول يعني هويه الكره القدم المغربيه. حتى العديد من الانديه كتشوفها اليوم كتلعب بطريقه، انا شخصيا مثلا غير يوم تقريبا مباريات كلهم كنشوفهم، ولكن خصوصا مباراة المغرب التطواني مع فريق شباب المحمديه ما كاينش ثلاث كرات متسلسله، نقول ثلاث باس كونسيكوتيف ما كاينش. هذا كيعطيها لهذا، وهذا اللاعب ديال الفريق كيعطيها للفريق الاخر بواحد الامر يعني مضحك ومضحك للغايه. طبعا للاسف يجب ان نعترف بالامر فؤاد، والكل يعرف هذا، في بعض المباريات المستوى لا يرتقي للمتوسط. شنو كيديروا الفرق في وسط الاسبوع؟ كنسمع تداريب طبعا الفريق يتدرب اسبوعيا من اجل ان نشاهد هذا المستوى السيء في نهايه الاسبوع. طبعا من يتحمل المسؤوليه هو المدرب، لكن ايضا فؤاد اللاعبين على مستوى الاجتهاد والتطور، العمل اليومي والتدرب ربما بنية التحسن غير موجود في بعض الأندية وفي بعض الأسماء الكثيرة التي في الأخير تعطينا هذا المنتوج السيء. بالنسبة لاتحاد طنجة، أظن أن هلال هو أكثر من يعرف هذا الفريق، والهدف الأساسي هو البقاء وليس شيء آخر. طيب شكرا لك يوسف الشاطر. صديقي سفيان العلودي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. شكرا لك فؤاد، ودعم الدعوة مفتوحة أنك تحضر معنا بشكل يعني شخصي هنا باستوديوهاتنا بمدينة طنجة. دعوة مفتوحة أي وقت بغيتي تزورنا وتزور مدينة طنجة. شكرا لك أخي فؤاد، ومرحبا على رأس العين، يعني كما تنقولوا مرحبا الإشارة في أي وقت كنت متواجد فيه
في ارض الوطن فانا نكون معكم ان شاء الله. شكرا لك صديقي سفيان. شكرا موصول لفريق العمل باكمله صديقنا يوسف مخرج هذه هي الحصه، فريق العمل في الديجيتال زهره الحرش عمر جعنين وصديقنا ايضا عثمان. لكم مني ومن صديقي يوسف وفريق العمل كل التحيه والتقدير. الموعد بكم يتجدد غدا في بوديوم في الساعه 4:30. الى اللقاء.